بنادي بلده، ولاحظنا اقبال كبير من الاطفال وخصوصا بالمدارس الصيفيه. نحن وجهنا مدربينا لحتى يختاروا الاطفال النخبه اللي ممكن انه نصنع منهم ابطال حقيقيين نشارك فيهم باسم النادي. نحن هي اول سنه مندخل الجمباز بمدرستنا الصيفيه، واللي ساعدنا الكوتشات المميزين اللي عندنا، كان في اقبال كثير منيح. اهم شيء بالنسبه للطفل بنهتم بالمرونه، بعدين اذا حب يكمل بالرياضه ويستمر ممكن نعطيه تمرينات القوه فيما بعد، فبيكون هو عمره مناسب للمرونه. نحن بنستقبل الاطفال 4 سنوات ل تقريبا 14 سنه، منبلش معهم بتمرينات المرونه، الجسر، فتح الحوض. طبعا بنفتح الحوض بثلاث طرق، يعني عندنا كذا طريقه مشان نساعد الطالب على انه يتطور بسرعه. الجمباز لانه بيشمل مهارات كثير كبيره، بيشمل الليونه، لياقه، شد الايدين، شد الاجرين، حركات الهوائيه، يعني تقريبا بحسه مناسب اكثر شيء كمان للبنات. هو رياضه ممتعه وبتساعدني على المرونه، وصلنا صرنا نعرف نعمل كثير حركات، مثلا الدولاب والدحرجه والجسر. وانا عندي شغف اني يصير مثلا جمباز كبيره، ومع تدريب الكوتش طبعا، يعني لولا تدريب الكوتش ما كنت هون. في كتير شغلات ما كنت بعرف اني بقدر اعملها، صرت بعرف اعملها وتعلمت شغله انه الواحد لازم ما يستسلم. لعب وتدريب مع الرفقات والكوتش كمان كتير حباب وبيعلمنا شغلات كتير حلوه.